وعندنا هذا هو الباص الجانب الأخير أتوقع. باص التنين اللي هو بيل. بيل المخيف. الدامج حقي لحد الآن هذا لازم نضربه على رأسه. عشان نسوي الدامج ضربت بعد هالهجوم يسوي كامبو. اوكي محاولة مو سيئة. اوكي لازم اتعود على هالجراب. سويت داج سويت داج تحت ما نقدر نسوي له دامج مو كويس لازم نضرب راسه. اوكي هذا في فور بيس كامبو. اوكي كله انسى ان هذه جراف بس كويس. ها
هالقواب. انا ما العب اللعبه على البي سي، العبها على البلاي ستيشن. خلاص بدي اتعود على الجراب. اوكي صاير صاير. اوكي هذا كل الحركات بلاسيديكاس اللور ما ادري اسمه ورا. اهرب 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 اهرب. الوحيد اللي ما اعرف كيف اتجنب لحد الان. A few moments later. يا ارجع ارجع. محاولة مو سيئة صراحة. بيطير الان؟ يب. هذا انا ما عرفت كيف اتجنب هالهجوم ده.
Ah.
اوكي Nice.